هذه هدية من الله، لكن أنت انتظر عذاب الله. بهذا المكان كانت عم تعيش الطفلة مرام. ليش الرقابة ما موجودة؟ أين الرقابة؟ يعني يحسوا بحالنا، يحسوا فينا نحن جماعة المصالح. لو نصور حلقة ونتابع موضوع جريمة قتل حق الطفلين بأطني. تمام، مباشرة رح تابع الموضوع وشوف شو القصة. من هنا جاءت فكرة برنامج أشو القصة يا خاي، باحثا عن الحقيقة. هو الصغير كانت هون ووجهه لتحت كمان، طابين انطب على حطين انطب هيك على وجهه بالعكس. لا يكاد يمر اسبوع في المناطق المحرره الا وتطفو على السطح قصه او قضيه او مشكله لا تعرف اسبابها. من خلال مراقبه وسائل التواصل الاجتماعي كافه وعبر شبكه علاقات شخصيه يصلنا الخبر، فنسرع لمكان الحادثه ونحيط بالمشكله من جميع جوانبها. نسمع كلام الشهود واستفساراتهم، ثم نوجه اسئله على المحك للرد عليها من قبل المسؤولين أو جهات معنية. ليش حتى لظهرت على الإعلام حتى تم التعامل معها والتعامل؟ وبعد عامين كاملين من العمل الدؤوب نقلنا لكم قضايا كثيرة وأصدرنا نحو 60 حلقة متتالية، وسنستمر في معرفة أشو القصة كما عودناكم وكما عهدتمونا، وسنكون قريبين منكم عبر بريد الصفحة أو بالتعليقات، مستقبلين قضاياكم ومشاكلكم، عاملين على توضيحها لكم، فأنتم منا ونحن منكم.